كلها كانت بتهتف بإيه؟ بالقدس. ولما تشتم تشتم في إسرائيل. طب هو القرار كان في أمريكا ولا في إسرائيل؟ والقرار هو قرار ولا إظهار قرار متاخد من سنة 95 على الأرض؟ في أي شيء هيتغير على الأرض؟ قولا واحدا القدس. وأنا أتحدث عن أماكن عشت فيها تواجدت فيها. القدس كلها تحت الإدارة والسيطرة الإسرائيلية ومن واقع اتفاقيات أوسلو، لأنها تركت للحل النهائي. وأكتر من ده لازم تاخدوا بالكم كويس قوي إن عمليات التهويد اللي كانت بتتقال في نشرات الأخبار بكل أريحية كانت بتعمل إيه؟ بتغير جزء من الواقع الجغرافي وبتعمل إزاحة لبعض النماذج الفلسطينية المقدسية اللي بتعيش جوه، بعد ما تعمل عليها إسرائيل إيه؟ كماشتين. إما الكماشة الأمنية لو في شباب بيشتغل على أي حاجة ليها علاقة ويقدروا يستثمروها، أو الكماشة المالية، يعني العائلات المقدسية اللي في جبل المكبر أو اللي موجودة في البلدة القديمة كلها بتتنسي ويفتكروها بعد 3-4 سنين في الضرائب، مع إن هم ما بينسوش الضرائب بس ده فعل مقصود، وييجوا يطالبوا أصحاب البيت بضرورة دفع الضرائب بتاعة البيت، فيبقى رقم كبير. الرقم الكبير ده المفروض إن السلطة الفلسطينية لأنها مأجلة الملف للحظات الحل النهائي تتعامل على دفع هذه الضرائب لغير القادرين. الحل في الحقيقة إن مفيش فلوس بتدفع، فبيتم مصادرة البيوت وإخراج الناس منها، وبهذه الطريقة التي تبدو قانونية بيتم عملية إزاحة للمقدسيين اللي فضلوا عايشين في القدس، ويتم عملية الاستحواذ وتبدأ الخناق. طيب المشهد ده كله تعاظم كبر أثناء اللي هم سموه ثورات الربيع العربي اللي احنا بقينا عارفين كويس قوي دي كان المقصود بيها ايه. وعلشان محدش بس يعلي الصوت، ده كان المقصود بيه فك الدول الوطنية وتجهيز الإقليم لإعادة رسم الخرائط بطرق مختلفة. طيب في المشهد ده واحد محاصر، واحد متهم بالفساد، فبنجر من الدرج القرار. القرار ده اللي بيطلع للنور لأنه متاخد من سنة 95، هل بيقول أي شيء في إضافة؟ طب هل بيدي تغيير على الأرض؟ طب والأهم، هل ده معناه إن الموضوع اتقفل وانتهى، ولا ده تجهيز بلي ذراع كل اللي مش عايزين يقعدوا على طاولة التفاوض علشان يروحوا لحلول مختلفة، لحلول أخرى؟ يعني إيه حلول أخرى يا أماني؟ يعني لو كان الفلسطينيين كل مرة بيتقابلوا فيها بيتكلموا عن 3 حاجات: التوسع الاستيطاني اللي هو وقف التهويد، عن القدس، عن عودة اللاجئين. في المقابل الإسرائيلي بيجي وهو حاطط محدداته، لا حديث عن وقف الاستيطان، لا حديث عن وقف عن التعامل مع القدس بوصفها عاصمة، لا لا لا. لو فضلنا في الحالة دي في مائدة تفاوض، لا، البديل حالة حرب. طيب هو احنا عندنا حاجة اسمها عالم عربي قائم ومتماسك ولديه مقدراته ولديه وحدة في الرؤية للحل؟ لو ده كله مش موجود وفضلنا نتكلم بلغة زمان، ايه اللي هيحصل؟ اركنوا الجانب العربي كده شوية وتعالوا نركز انا وحضراتكم في المتغير المهم جدا واللي لازم تشوفوه. المتغير ده اسمه أوروبا. يعني مش العرب؟ لا مش العرب، أوروبا اللي قررت إن هي ترفض السلوك الفردي للإدارة الأمريكية، حتى لما قررت هذه الإدارة الأمريكية إنها تتكلم عن إيران
وتدي لنفسها الحق، وهو اتفاق 5+1. علشان كده ما كانش مفاجئ أبدا إن احنا نلاقي ماكرون يرد رد قاطع وواضح، ويستبق حتى الاجتماعات بتاعة الاتحاد الأوروبي والمواقف الأوروبية الموحدة، ويتكلم إن فرنسا مؤمنة بحل الدولتين، وأن من حق الدولتين قدس لكل منهما، وينهي الكلام بأنه القدس تركت للحل النهائي والتفاوض النهائي، وعليه لا قبول بإظهار القرار الأمريكي. فتبقى الحكاية هي واضحة. طيب، هل المسألة اقتصرت على يعني بس ماكرون؟ تيجوا نسمع طيب ماكرون قالها ازاي علشان نقدر نشوف بعدها الأوروبيين، لأن اللحظة اللي احنا فيها دي لحظة فارقة ومختلفة. وأنا بعتذر للجميع اللي قاعدين طول الوقت بيتكلموا في كثافة الدخان باللغة القديمة، احنا زعلانين، احنا بنبكي، القدس تضيع، القدس تجيء، كلنا إليك يا قدس، وبيفكروني على القدس رايحين شهداء بالملايين. اللغة لا تصنع حالة ولا تصنع معركة، اللي بيصنع معركة تقدير موقف وإرادة.